انه لتوفيق من الله تبارك وتعالى للجنه العلميه القائمه على امر الزاويه ان توفق في كثير من الموضوعات التي تناسب المسلمين في احوالهم الظاهره والباطنه وكتاب الله تبارك وتعالى كما يعلم الجميع قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وما احوج الناس في ظواهرهم وفي بواطنهم وفي بيوتهم وفي مصانعهم وفي معاملهم وفي مزارعهم الى ان يقتدوا بمنهج القران الكريم الذي قال الله فيه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ولطالما كان يردد مؤسس الزاويه سيدي محمد بن قايد رضي الله عنه وارضاه الكبير هذه الايه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويقوم سبيل المريد الدين والطلبه والتلاميذ ان يحفظوا القران وان يتخلل القران دماءهم ولحومهم وعظامهم وان يهتدوا بهديه ويقتدوا بادب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نعلم ان منهج القران دين يسود ودوله تقود، فكان لزاما على الناس ان يتفهموا منهج علماء التفسير الذين نضحوا قطره في هذا البحر المديد ليفيدوا ويستفيدوا. وليؤصلوا للناس منهج الله تبارك وتعالى في التعامل مع السنن الكونيه ومع كتاب الله المسطور الذي هو القران العظيم ومع كتاب الله المنظور الذي هو سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم